قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو عصب الحياة، وهو أساس قيام الحضارات وإنشاء الزروع وبنيان الإنسان والإنتاج والجدة. ولذلك حثنا الإسلام حثا شديدا على أن نحافظ على موارد المياه ومصادرها. وفي البلاد الفقيرة التي لا توجد فيها مياه طبيعية لا بد من بدائل، وهي الآبار التي يتم حفرها وتحتاج إلى تكلفة عالية. ونظرا لعدم قدرة الناس على ذلك، فإننا نهيب بأهل الفضل والخير والإحسان مد يد العون والمساعدة لإقامة الآبار في كل مكان من المناطق الصحراوية أو المناطق التي تصحرت أو المناطق التي تعاني ندرة من المياه بطبيعتها. وأن نعلم جميعا أن من أعظم أبواب البر النفقة في توفير المياه. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سأله سعد بن أبي وقاص: إن أم سعد قد ماتت، فأي شيء ينفعها بعد موتها يا رسول الله؟ قال: الماء يا سعد، الماء يا سعد، الماء يا سعد. فعلينا أن ندعم مشاريع حفر الآبار في المناطق المتضررة من عالمنا العربي والإسلامي، وأن نعلم أن هذا باب من أعظم الأجور، وأنه من الصدقات الجارية التي يجري خيرها على صاحبها إلى يوم القيامة.